السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نزال ضمن تصنيف الجرائم، وقد صنفنا الجرائم على أساس خطورة الفعل المرتكب إلى جنايات وجنح ومخالفات، ثم انتقلنا إلى تصنيف الجرائم على أساس ركنها المادي، وكان ذلك وفق صور الفعل ووفق نتيجة الفعل، ثم انتقلنا إلى تصنيف الجرائم على أساس ركنها المعنوي إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة. الآن التصنيف الأخير هو تصنيف الجرائم على أساس طبيعتها، طبيعة الجريمة. فطبيعة الجريمة هو نوع الجريمة. طبعاً وقتنا الحاضر جرائم تقسم إلى جرائم عادية وجرائم سياسية وجرائم عسكرية وجرائم اقتصادية. هناك أنواع أخرى للجرائم وفق طبيعتها، لكن أهم هذه الأنواع هي ما ذكرته الآن. الجرائم العادية ينطبق عليها الشروحات التي تقدمنا بها في المحاضرات السابقة. أما الآن في هذه المحاضرة وهي تصنيف الجرائم على أساس طبيعتها، سنهتم بالجرائم السائدة في الوقت الحاضر، وهي كما قلت الجريمة السياسية والجريمة العسكرية والجريمة الاقتصادية. نبدأ بالجريمة السياسية. فالجريمة السياسية قديمة عبر التاريخ، يعني انقلابات، سلطات، كل ما يتعلق بشؤون الحكم والدولة. وتعريفها أنها، أي الجريمة السياسية، الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي ويعتدى فيها على النظام السياسي للدولة، وذلك كالجرائم الواقعة على الدستور، جرائم اغتصاب سلطة سياسية، وجرائم الاجتماعات والمظاهرات السياسية، وجرائم الصحافة والنشر الموجهة ضد النظام السياسي. ما هو معيار التفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية؟ الفقهاء القانون انقسموا للتفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية إلى قسمين، أحدهما أخذ بالمذهب الشخصي والثاني أخذ بالمذهب الموضوعي. فالمذهب الشخصي وأصحاب هذا المعيار يرون أنه للتفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية يجب البحث بالدافع. فإذا كان دافع الجاني لارتكاب جريمته سياسياً عدت الجريمة سياسية، أما إذا كان دافعه غير سياسي عدت الجريمة عادية. فإذا اعتدى شخص على حياة رئيس الدولة أو على أحد رجالها وتبين أن الدافع من هذا الاعتداء هو قلب نظام الحكم أو الاستيلاء على السلطة السياسية فيها، وجب افتراض الجريمة أنها سياسية. أما إذا كان الدافع من الاعتداء هو الانتقام والحقد وإرضاء نوازع الخصومة وشهوتها، وجب افتراض أن الجريمة جريمة عادية. بالتاريخ السوري اغتيال سامي الحناوي في لبنان كان بدافع الانتقام، كان بدافع الثأر، فلا يعتبر اغتياله جريمة سياسية. هذا على سبيل المثال. كذلك إذا تم سلب أو سرقة أو اقتحام أحد المصارف بدافع تمويل ثورة وتقويتها عدت الجريمة السياسية. أما إذا تمت بدافع الطمع والحصول على المال لأسباب فردية عدت الجريمة جريمة عادية. وقد انتقد هذا المذهب من قبل العديد من الفقهاء الوضعيين على افتراض أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يصلح أن يكون سبباً كافياً في التجريم والعقاب. فالدافع يختلف من حالة إلى أخرى،
ومن شخص إلى آخر في الجريمة الواحدة، فكيف يمكن أن يكون معيارا ثابتا تقاس عليه حالات كثيرة ومتنوعة؟ وفضلا عن ذلك فإن الدافع السياسي من العموم والشمول بما يجعله داخلا في كثير من الجرائم العادية. إذن هذا المعيار يعني لا يمكن جعله هو الفيصل في التمييز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. جاء المذهب الثاني وهو المذهب الموضوعي أو المعيار الموضوعي، حيث يرى القائلون بهذا المذهب عدم جواز الاعتداد بالدافع في تحديد ماهية الجريمة، إنما يجب أن نعتد بطبيعتها وموضوعها، أي بطبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه. فإذا كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حقا من حقوق الدولة بافتراضها سلطة سياسية كالمؤامرة لقلب نظام الحكم أو إشعال ثورة للاستيلاء على السلطة أو إثارة عصيان مسلح لتقويض دعائم فئة سياسية حاكمة، فالجريمة تعد سياسية. أما إذا كان موضوع الاعتداء حقا من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية أو هيئة اعتبارية كالاعتداء على أملاك الدولة، الاعتداء على حياة أحد موظفي الحكومة أو مهاجمة مخفر للشرطة لتخليص موقوف عاد فيه، فالجريمة تعد عادية. النقد الذي يوجه لهذا المذهب يرتكز على أن طبيعة الحق المعتدى عليه لوحدها لا تكفي للتفريق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، لأن الاعتداء على حق الدولة السياسي لا يصح أن يعطى دائماً صفة سياسية إذا لم يكن الدافع على هذا الاعتداء دافع سياسي. فقد يتآمر عدد من الأشخاص على قلب نظام الحكم لمصلحة دولة أجنبية، ويكون الدافع لهذه المؤامرة هو الحصول على المال، قبضوا أموال من دولة أخرى لقلب نظام الحكم. هنا لا توجد سياسة، قد تغتصب فئة من الناس سلطة سياسية لتنفيذ أغراض مخالفة للنظام الاجتماعي أو للروح الإنسانية، فهل يمكن لنا أن نعد هذه الجرائم سياسية؟ طبعا لا مسوغ دون شك لإضفاء الصفة السياسية على مثل هذه الجرائم، وذلك باندفاء العلة الأساسية في تفريق الجريمة السياسية عن الجريمة العادية. طبعا قانون العقوبات السوري نص على الجريمة السياسية وقال الجريمة السياسية هي الجريمة المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي، وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء. هذا ما جاء في قانون العقوبات السوري الموضوع سنة 1949. وواضح من هذا النص أن المشرع السوري أخذ بالمذهبين الشخصي والموضوع معا، وذلك ضمن سياسة جنائية ترمي إلى توسيع نطاق الجرائم السياسية، بحيث تشمل الجرائم التي يكون الدافع إليها سياسيا، الجرائم التي يكون موضوعها الاعتداء على حق من الحقوق السياسية للدولة أو للأفراد. طبعا لم يضع المشرع السوري على هذا الاتجاه الواسع في مفهوم الجريمة السياسية سوى قيدين. القيد الأول أن تكون الجرائم التي ترتكب بدافع سياسي جرائم مقصودة، وهذا قيد طبيعي ما دام الأمر متعلق بالحالة الذهنية والنفسية للجاني، فالجريمة السياسية لا يمكن أن تكون إلا مقصودة. القيد الثاني أن لا يكون مرتكب الجريمة قد انقاد إليها بدافع أناني دنيء، وفي هذا القيد عودة بالاتجاه الموضوعي إلى الاتجاه الشخصي، حيث لا يصح أن تظل الجريمة السياسية بالنظر إلى موضوعها إذا كان الدافع إليها دافع أناني دنيء. هذا القيد تفرضه الاعتبارات التي ميزت في الأصل الجريمة السياسية عن الجريمة العادية، والتي تتعلق بالدوافع النبيلة التي تقود المجرمين السياسيين عادة إلى تحقيق أهدافهم السامية. طبعا يقودنا الحديث في موضوع الجرائم السياسية إلى بحث الجرائم المركبة
والملازمة لجريمة سياسية. طبعا اختلف الفقهاء حول افتراض الجرائم المركبة أو المختلطة والجرائم الملازمة أو المرتبطة بجريمة سياسية. اختلفوا في تصنيفها من الجرائم السياسية أم لا. فالجرائم المركبة هي الجرائم التي يعتدى فيها على حقين، أحدهما عادي والثاني سياسي، أو أن يكون الحق المعتدى عليه فيها عاديا والدافع سياسيا، كاختيار رئيس الدولة أو رئيس الحكومة للتمهيد لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة. هذه الجريمة ككل جرائم الاغتيال السياسي جريمة مركبة، لأنها تتضمن الاعتداء على حق الحياة الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالحقوق الفردية والمصالح الفردية، كما تتضمن اعتداء على السلطة السياسية التي يمثلها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة. جريمة الاغتيال السياسي هي جريمة عادية من وجهة نظر المذهب الشخصي، لأن الدافع إليها سياسي. من الجرائم المركبة أيضا سرقة متجر لبيع الأسلحة استعدادا للقيام بثورة ضد السلطة الحاكمة، والسطو على مصرف لتمويل حزب سياسي يعد نفسه لاستلام السلطة ويحصل على التمويل لذلك. الجرائم الملازمة لجريمة سياسية هي جرائم عادية من حيث موضوعها، لكنها ترتبط بجريمة سياسية ارتباطا وثيقا، ويكون الدافع إليها سياسيا كالاستيلاء على مباني أثناء القيام بثورة لاستعمالها في إيواء الثوار، كتهديم أو إتلاف الأشياء المنقولة وغير المنقولة أثناء مهاجمة دور الحكومة للاستيلاء على السلطة، نهب متجر لبيع الأسلحة لاستعماله في ثورة قائمة. هذه الجرائم يخرجها أصحاب المذهب الموضوعي من نطاق الجريمة السياسية، لأنها جرائم عادية من حيث موضوعها، ويعدها أصحاب المذهب الشخصي جرائم سياسية لأن الدافع إليها سياسي. أما القانون السوري فقد عد الجرائم المركبة والجرائم الملازمة لجريمة سياسية من الجرائم السياسية من حيث المبدأ، واستثنى منها عددا من الجرائم الخطيرة وعدها جرائم عادية. يمكننا أن نجمل هذه الجرائم في الاستثنائين التاليين. الاستثناء الأول يتضمن أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالحرق أو النسف أو الإغراق والسرقات الجسيمة، ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح أو العنف، وكذلك الشروع في هذه الجنايات، ويدعو بعض الشراح للجرائم بجرائم الإرهاب. إذن الاستثناء الأول هو جرائم الإرهاب. الاستثناء الثاني يخرج من الجرائم المركبة والجرائم الملازمة للجريمة السياسية، ويستبعد جرائم الحرب الأهلية والعصيان، ويعد هذه الجرائم جرائم عادية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب. هذين هما الاستثنائين الذي استثناهما المشرع السوري. إذن استثنى جرائم الإرهاب وجرائم الحرب الأهلية والعصيان. سبب هذين الاستثنائين الواردين في القانون السوري والذين أخذت بهما أكثر القوانين الوضعية الأخرى هو أن الجرائم التي تتصف بطابع الوحشية والاعتداء على الأبرياء وهدر دماء الناس وتخريب العمران وبث الفزع وإثارة الرعب في النفوس تخرج عن الأهداف النبيلة للجريمة السياسية، وبالتالي لا تستحق معاملة خاصة أو مراعاة في إيقاع العقاب. هنا يلتقي القانون السوري مع أغلب الشرائع الوضعية في عدم افتراض المجرمين السياسيين إذا عمدوا أثناء ارتكاب جريمتهم السياسية إلى استحلال دماء الناس وقاموا بأعمال التخريب والتدمير ونهجوا نهج القتلة وقطاع الطرق. لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن هذين الاستثنائين لا يطبقان على الجرائم السياسية الصرفة أو المطلقة.
التي بينتها المادة 195 من قانون العقوبات السوري. فهل الجرائم تظل جرائم سياسية حتى لو كانت من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، أو ارتكبت في الحرب الأهلية أو العصيان؟ في جميع الأحوال فقد استبعد المشرع السوري من نطاق التخفيف المعطى للجرائم السياسية الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي. طبعا السياسيين إذا ارتكبوا جريمة لهم معاملة خاصة تميزهم عن غيرهم، فالإعدام والإشغال الشاقة والحبس مع الشغل في الجريمة السياسية غير موجود. هناك عقوبة الاعتقال المؤبد، إشغال شاقة ما في، في اعتقال مؤبد أو مؤقت والحبس البسيط. طبعا على القاضي أن يستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الإعدام أو عقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الاعتقال المؤقت بعقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة، وعقوبة الحبس البسيط بعقوبة الحبس مع الشغل. يعني القاضي تلقائيا يستبدل العقوبة، يعني لا يحكم، إذا كان يجب أن يحكم في الجريمة العادية بإعدام أو إشغال شاقة يحكم باعتقال مؤبد وهكذا. طبعا لا يجيز القانون السوري تسليم المجرمين السياسيين إلى دولة أخرى. تمنح أنظمة السجون امتيازات خاصة للمجرمين السياسيين بالنسبة لمكان التوقيف وللمعاملة أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها داخل السجن، مثل الوضع في أماكن خاصة، إطالة أوقات الفسحة، السماح بقراءة الصحف والكتب، عدم ارتداء ملابس السجناء، الحق في طلب طعام من خارج السجن، عدم الإلزام بالعمل أو بالشغل. أيضا كمان ينال المجرمون السياسيون العفو العام أكثر مما يناله المجرمون العاديون، فكثيرا ما يصفح السياسيون الذين يمتلكون زمام السلطة عن خصومهم المحكومين بجرائم سياسية ارتكبت ضد نظام الحكم أو ضد الفئة السياسية الحاكمة. طبعا بذلك نكون قد بحثنا في الجريمة السياسية. ننتقل إلى النوع الثاني من الجرائم بطبيعتها حسب التصنيف، وهي الجريمة العسكرية. ما هي الجريمة العسكرية؟ الجريمة العسكرية هي كل سلوك فيه اعتداء على المصلحة العسكرية، هي كل سلوك فيه اعتداء على المصلحة العسكرية. طبعا المصلحة العسكرية محل الحماية الجزائية تحددها القوانين والأنظمة العسكرية بما توجهه إلى أفراد القوات المسلحة أو الأفراد العاديين من أمر أو نهي وما تفرضه عليهم من واجبات. الجرائم العسكرية في سوريا مخننة في قانون خاص هو قانون العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية، وهذا القانون هو القانون رقم 61 الصادر بتاريخ 27 شباط 1950، وقانون خدمة العلم الصادر بتاريخ 15/1953 الذي يحمل الرقم 115، وعدد من القوانين الأخرى التي تنظم شؤون الجيش والقوات المسلحة. لمعرفة ما إذا كانت الجريمة عسكرية أم لا، يمكن اعتماد واحد من المعايير الثلاثة. أولاً صفة الجاني العسكرية، إذا ارتكب الجريمة بسبب ممارسة واجباته العسكرية. طبعاً استناداً لهذا المعيار تكون جريمة عسكرية إذا ارتكبها عسكري مخالفاً واجباته العسكرية، وتكون الجريمة عسكرية وإن كانت من جرائم القانون العام إذا ارتكبها عسكري بسبب ممارسته لأعمال وظيفته. إذن المعيار الأول صفة الجاني العسكرية. المعيار الثاني هو صفة المجني عليه العسكرية، يعني إذا وقعت الجريمة عليه بسبب ممارسته واجباته العسكرية. طبعا استنادا لهذا المعيار تكون جريمة عسكرية وإن كانت من جرائم القانون العام إذا ارتكبت على عسكري بسبب ممارسته لأعمال وظيفته. الحالة الثالثة هي محل الجريمة من المعايير. طبعا استنادا لهذا المعيار تكون جريمة عسكرية إذا وقعت من عسكري
أو من غير العسكري على مباني الجيش والقوات المسلحة أو معداتها أو أسلحتها أو مهماتها أو مستودعاتها أو مصانعها أو مركباتها أو طائرتها أو سفنها أو أسرارها أو أي شيء من أشيائها. نضيف أيضا معيار رابع، إذا حدد القانون أن هذه الجريمة تعاقب أمام المحكمة العسكرية. طبعا نجد في سوريا أن هناك الكثير من الجرائم تتبع لاختصاص عسكري، مثال ذلك جرائم الحريق وبعض أنواع جرائم التموين، هذه تخضع للقضاء العسكري. هذه هي المعايير. طبعا أنواع الجرائم العسكرية، ما هي الجرائم العسكرية؟ الجرائم العسكرية نوعين، هناك الجرائم العسكرية الصرفة وهي الأفعال التي يرتكبها عسكريون مخالفين بها واجباتهم العسكرية المبينة في القوانين والأنظمة العسكرية، ولا نظير لهذه الجرائم في القوانين الجزائية العادية. من هذه الأفعال التي تشكل جرائم عسكرية تخلف المكلف بخدمة العلم عن الالتحاق بقطعته العسكرية، جرائم فرار العسكري، عدم تنفيذ الأوامر أو العصيان العسكري ومخالفة الرؤساء، مخالفة الرتب العسكري الأعلى، مخالفة التعليمات العسكرية، هذه تسمى الجرائم العسكرية الصرفة. ثانيا الجرائم العسكرية المختلطة هي الجرائم التي تنص عليها القوانين الجزائية العادية وينظمها في الوقت ذاته قانون العقوبات العسكري والقوانين العسكرية الأخرى وعلى نحو خاص لاقترافها من قبل عسكري أو لوقوعها على عسكري أو لمساسها بأشياء عسكرية. من هذه الجرائم أعمال الشدة الواقعة على الرؤساء، تحقيرهم، إساءة استعمال السلطة، سرقة أشياء الجيش، انتماء العسكريين للأحزاب السياسية، الخيانة، التجسس، التجنيد لصالح العدو، هذه جرائم عسكرية مختلطة. ما هي أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم العسكرية؟ طبعا للتفريق بين الجرائم العادية والجرائم العسكرية أهمية تتعلق بالموضوع والشكل. من أهم وجوه هذا التفريق نذكر ما يلي: أولا تتصف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والقوانين العسكرية الأخرى بالشدة إذا ما قيست بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية العادية. ثانيا تختص بالنظر في الجرائم العسكرية المحاكم العسكرية، وتؤلف هذه المحاكم وفق قواعد قانون العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية، وقد نظم هذا القانون أيضا أعمال النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري والضابطة العدلية واختصاص المحاكم العسكرية وسير إجراءات وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام. ثالثا تقضي الأعراف الدولية بعدم جواز تسليم الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم العسكرية الصرفة، وهذا ما أخذ به التشريع السوري وأكدته الاتفاقيات القضائية المعقودة بين سوريا والدول العربية والأجنبية. أضيف حالات أخرى بالتفريق، الجرائم طبعا تقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات. إذا ارتكب الجريمة ضابط حتى لو كانت مخالفة أو جنحة يحاكم أمام محكمة الجنايات العسكرية وتسمى المحكمة العسكرية، لا يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري الذي هو مختص بقضايا الجنح والمخالفات. أيضا بالقضاء العادي الجزائي العادي هناك مرحلة تحقيق تأتي بعدها مرحلة إحالة إلى محكمة الجنايات. في القضاء العسكري لا يوجد قاضي إحالة من التحقيق إلى الجنايات مباشرة. أيضا طرق الطعن بالأحكام، تطعن الأحكام من قبل غير عسكريين، العسكريين لا يحق لهم أن يطعنوا بالأحكام الصادرة بحقهم من المحاكم العسكرية وتصدر بحقهم أحكام مبرمة. إذا أرادوا الطعن عليهم الطعن بطريق خطي من خلال وزير الدفاع ووزير العدل. طبعا هذا ما يتعلق بالجرائم العسكرية. النوع الثالث من الجرائم وفق التصنيف حسب طبيعة الجريمة هو الجرائم الاقتصادية.
ما هي الجريمة الاقتصادية؟ الجريمة الاقتصادية كما حددتها المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي المؤرخ ب 15/5/66 1966، هي كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها واستهلاكها، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. واضح من هذا التعريف أن معيار الجريمة الاقتصادية يتحدد بطبيعة الجريمة من جهة، وبهدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب من جهة أخرى. إذن معيار الجريمة الاقتصادية بيحدد طبيعة الجريمة وهدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب. ما هي طبيعة الجريمة؟ تكشف عن طبيعة الجريمة الاقتصادية وفق المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا، والكشف عنها يؤدي إلى آثار. هذه الآثار هي إلحاق الضرر أو احتمال إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتداولها وتوزيعها واستهلاكها. هذه بالنسبة لطبيعة الجريمة. بالنسبة لهدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب، طبعا يتمثل هذا الهدف بحماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية، وقد أعطت المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية عدد من الأمثلة على التشريعات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، وهي التشريعات المتعلقة بالتموين والتسعير والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة، الائتمان والتأمين، النقل، التجارة، الشركات، الجمعيات التعاونية، الضرائب، حماية الثروة الحيوانية والمائية والمعدنية. من الجدير بالذكر أن معيار الجريمة الاقتصادية إذا كان يحتوي عنصرين كما أوضحنا قبل قليل، فإن هذين العنصرين يلتقيان ويكمل كل واحد منهما الآخر بصورة دائمة. فالتشريعات التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية هي التي تعاقب على الأفعال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها. طبعا أمثلة الجرائم الاقتصادية في القانون السوري: مخالفة أحكام قانون التموين، جرائم الغش والتدليس، الجرائم التي تضمنها قانون العقوبات الاقتصادية وأهمها إساءة الائتمان على الأموال العامة، جرائم التهريب، جرائم النقد أي القطع الأجنبي. ما هي أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم الاقتصادية؟ طبعا للتفريق بين الجرائم العادية والجرائم الاقتصادية أهمية كبيرة من عدة نواحي. أولا الأحكام المتعلقة بالجريمة: قانون العقوبات الاقتصادي يعاقب على الشروع في الجريمة الاقتصادية بعقوبة الجريمة التامة. قانون العقوبات العام يعطي الحق للقاضي بتخفيض العقوبة في الشروع ضمن حدود معينة إذا رأى موجبا لذلك. يساوي قانون العقوبات الاقتصادية بين الفاعل والمتدخل الذي كانت مساعدته ثانوية، وهذا يعاقب بأقل من عقوبة الفاعل في القانون أمام محكمة الجنايات العادية. هاي بالنسبة للأحكام المتعلقة بالجريمة. الأحكام المتعلقة بالعقوبة تتصف العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية بالشدة إذا ما قيست العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية العادية. أيضا يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية كما هو منصوص عليه، كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم، في حين أن الحكم بالحد الأعلى للعقوبة في قانون العقوبات العام أمر جوازي متروك لتقدير القاضي، وإذا أراد القاضي أن يحكم به عليه أن يعلم لماذا أخذ بالحد الأعلى للعقوبة. أيضا عندنا الأحكام المتعلقة بالتقادم
لا يسقط حق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها بما يتعلق بالجرائم الاقتصادية إلا بالتقادم العام المنصوص عليه بالأصل العام وهو 15 سنة، بينما يكتمل التقادم العادي على بعض الأموال العامة بأربع سنوات وعلى بعضها الآخر بخمس سنوات. رابعا، شروط مقدار الضرر. لا تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز مبلغ 100,000 ليرة سورية في سوريا، طبعا هذا في الجرائم المقصودة، و200,000 في الجرائم غير المقصودة. طبعا إذا نزل عن هذا المبلغ تعود الجريمة والمحاسبة عليها أمام القضاء العادل الاقتصادي. استثنى قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيق شرط الضرر الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 8 و 21، والأولى تتعلق بالقيام بقصد جلب المنفعة أو إلحاق الضرر بتعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. أما الثانية تتعلق بالغش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وفي سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية أو ارتكاب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية في اقتصاد البلاد، طبعا الاستثناء باعتبار أنه القيمة غير موجودة في هاتين الجريمتين. طبعا نحن بذلك أيضا نكون قد أنهينا بحث الجريمة الاقتصادية، وبذلك ننهي موضوع تصنيف الجرائم حسب طبيعة الجريمة. وبهذا ينتهي موضوع تصنيف الجرائم بشكل عام. نلتقي بالمحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.